كوكو الغزالات، مرحبا بكم على القناة. اليوم ان شاء الله فيديو جديد عبارة عن فلوغ. الجو غزال وبارد هذا النهار، غير ديال شي جولة في اكسيون او لا. غادي نمشي ان شاء الله كنقلب على شي حويجات للدار باش نوريكم الجديد معايا، وكذلك غادي ندير تقدية خفيفة ظريفة في الدي. غادي نتقاسم معكم المشتريات التقدية ديالي كما العادة، واللي كيهم الامر غادي نبارطاجي معكم كذلك لا بيرش بوكس ديال هذا الصيف اللي كلشي كيهضر عليها. الصراحة فيها منتوجات غزالين غادي نبارطاجيهم معكم. فكما العادة ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم قبل ما تشوفوا لا فيديو، وكذلك التعاليق ديالكم اللي كتفرحني، فهاد الشيء مهم بالنسبة ليا بزاف بزاف بزاف. فمرحبا بكم مرة أخرى وكملوا معايا لا فيديو. هنا يا البنات قاسمت معكم شنو وجدت الغداء ديال النهار ديال اليوم. غير غادي نتغدى غادي نخرج، فهنا كانت عندي اون سلاد ديال لي زاريكو مع بطاطا والمايونيز، وهنا خديت غير لي فيلي ديال الدجاج ودرتهم باني بلا شابلوغ. راه كلشي كيعرف يصايبهم، الا بغيتو الطريقه خليوها ليا في التعاليق. وشويه ديال الفخيت فريش يعني ديال الدار، وكان عندي في لي فخوي كان عندي شهديه والبنان وشويه ديال دانون. المهم هذا هو الغداء ديالنا، خفيف ظريف البنات. ومن بعد صافي كما قلت لكم مع الجو غزال غير غادي نسالي، غادي نجمع الطبيله ديالي ونجمع الكوزينه وغادي نخرج باش نمشي ديريكتومون الاكسيون ان شاء الله. بطبيعه الحال غادي نشارك معكم المشتريات اللي خديت كما العاده ومع الاثمنه باش تشوفوها كالجديد وتاخذوا فكره. كاينين في الالوان، عجبتني هاد الكري نقدر ناخذها. هادو جابوهم بجوج اورو 65، مكتوبه فيهم all you need is love. كاينين هاد الطبيلات هادو الصغير الكبير والثمن ديالهم. كاينين هاد القاني هادو الاشكال والالوان. كاينين هادو كبيرة والصغيرة، زوين الشكل ديالهم، 3 أورو 95، 5 أورو 95، زوينين. هادو هاد لي زيتاجير زوينين ديال لي فوتو، كاينة في الأبيض وكاينة في الكحل وكاينة في الدوغي، دايرين 2 أورو و79. هادو كيجيو زوينين. كذلك ميغوار 1 أورو 99 بحال هكا. كاينة هادي زوينة، هاد الشميشة هادي 3 أورو 99، كاينة في هاد اللون وفي هاد اللون البيض وفي لارجونتي. وكاينة هادو دي صابليي 4 أورو و44، كاينة في الكحل وفي الغوز، هاد الغوز في الدوغي بلوتو. شافو هادو موديل جديد دايرين 2 أورو و59. هادو فيهم الدوغي، هادو هادو 5 أورو 95، هو الثمن ديالهم. وعندنا هاد لي بلاطو هادو كاينين الصغارين 1 أورو 99 في الكحل وفي الدوغي، وكاين الكبار ب 2 أورو 99 في الكحل وفي الدوري كذلك. وكاين هاد البلاطوات ب 2 أورو 49. هادو ديال العطرية 59 سنتيم، مكتوبة فيهم سبايسز، هم زوينين كيتسدو مزيان. راني حبليتها وصديتها غير باش نجربها. كاينين هاد الكيسان هادو ب 88 سنتيم بحال هكا.
وكاينه هادو، هادو 99 سنتيم ولا لا 88. فريمون صورت لكم غير داكشي اللي جديد. كاينين هادو دي كوبلي فيزاج فيها ربعة على هكا 72 سنتيم. وليدات صغار اشل كاينين هادو، هذا القلب 2.95 وهذا 4.49. هادو جابو حتى الصغير ديالهم 2.79 حلوين، وكبارين ها هما 5.95. عجبوني انا هاد الصغار. هاد لي ستاتو 2.98، وكاينين هادو تعلقوهم ديال السوارت، هادو 3.49. هاد لي طابل هادو الدايرين راه كاينين حتى المربعين، مي ما لقيتهمش، انا جيت على المربعة 9.95. نوريكم كيفاش كيجيو، كما دايرين في لا بريزونطاسيون كيجيو هكا. كاينه اللي كحله والرجلين عندها هكا في الدوغي بحال هذه، وكاينه اللي كحله كامله. حتى في لارجونتي وريتكم ديجا في الدوغي. هاد لي زيتاجير اللي كيجيو في لا سال دو بان ب 11.95 اللي دايرين بحال هكا زوينين. بالمرايات كاين هادو 9.95 في الكري في الكحل وفي الابيض، وكاين اللي حداهم 8.49. بادير ديكستيريور اللي تقدروا ديروه في الجردة اولا في البالكون 19.98، عنده رجل طويله كيجي واقف. كاين هذا اللون وهاد الالوان، هذا جوبونس هو كيشونجي الالوان. ليغين هادو ديال الخشب 1.49، وكاينه هاد لي غيرلاند اللي في فلاكورد زوينين هادو، الناس اللي عزيز عليهم هاد ستيل 2.89. عاد 3.95 تقدروا دير فيهم اللي بغيتو من الداخل تيتعلقوا. وكاينه بزاف ديكوراسيون ديال لوتون 1.85 هادو، ديكوراسيون دو طابل ولا كاين بزاف ديال لي تروك. نوفوتي في المعطرات كاينين هادو ب 1.42، الريحه ديالهم فنه الصراحه، حاولت نشمو. وكاينه هاد لا مارك هادي 1.49، هذا زوين، هذا سيترون زوين. جابو هاد لي بلونش جدادين 4.28. لي بلاطو هادو، هادو عاودو جابوهم البنات 4.95، لي بلاطو دو زيتاج بوا اردواز. وعاودو جابو هادو حتاني حلوين 1.99، هادي شحال ما شفتهم. لو بلاطو هذا صغيور 1.99. عليكم البنات، اليوم ان شاء الله الجو غزال، الجو مبرد، قلت غادي نمشي نشوف اكسيون ولا كاين شي حاجه جديده ونتقدا شي حوايج خاصيني. او ميم طون جي في كلكو كورس في الدي، لحقاش انا الدي عندي قريب الاكسيون، غادي نوريكم تقديه مهم خفيفه ظريفه، وغادي نبقى نقول لكم لا سوم توتال باش هكا تاخذوا اون ايدي. خديت هذا الخبز هذا بالسيريال، هنايا خديت الفان هاد لي كرواسون ديال لامون جوج، وجوج ديال التفاح لي شوسون بوم. خديت هنا هاد لي غلاس لي باطوني فريشور، هادو عندهم زويونين، عندهم ديال لي فخوي، هادو سيترون فرامبواز، سي دي غلاس او كيبردو هكا في الصيف، غادي ندير الثلاجه عاد نكمل لا فيديو. خديت اون بوتيت سالاد، خديت هاد البان بريكوي كنخلي عندي في الثلاجه ملي كيكونش عندي الخبز كنجبدو. خديت لي بات هاد الفوزيلي 3 كولور هكا بور لا سالاد. سلان خديت هاد لي تاغلياتيل
كناخذهم دائما من تما حيت الكاليتي ديالهم زوين المذاق ديالهم. دي طوماط سوريز لي طوماط سوريز في هاد الحراره البنات يا با ميو لي طوماط اون جينيرال غير تكون فيهم النكهه زوينه. وحتى في ليدل البنات كنصحكم ما تبقاوش تاخذوا هذيك الباركيت اللي قل من 1 اورو، خذوا ديال العبار. ملي تلقاو ديال العبار المره الجايه غادي نصور لكم في المغازان الداخل، والله الا بنانين البنات وكيتقاموا رخص. وهنايا خدينا لا كريم برولي ديال الديره معروفه. صافي هادشي اللي خديت في التقديه، وخديت الماء، الماء ما غاديش نقدر نحركو من بلاصتو. خديت واحد الدلاحه، خديت 6 قراعي ديال الماء، دلاحه على الله تخرج البنات تخرج حلوه، كانت دايره 2 اورو و99. وهنايا البنات كما عودتكم غادي نوريكم ان شاء الله لا بيغش بوكس ديال هاد الشهرين. بزاف البنات تيرات ليهم بيغش بوكس دو فوا، سي نورمال لان دابا الصيف وش بونس ما كيخدموش، دوكو هما داروا هاد ليديسيون سبيسيال خاصه بالصيف، تعاود ما توصلوا بكل وحده في الشهر، سورتو كاينين بزاف الناس كيسافروا صيفطوهم في اون بوكس وحده هاد الشهر هذا. وانا على فكره جاتني معطله بزاف لانني كنوقع لي معاهم مشكل، راني البنات اللي متبعني في انستغرام غادي يكونوا شافوا لي ستوري، لان البوكس اللي قبل هادي كانت فيها واحد لا باليت كدير 8 اورو ديال لا باليت ديال الماكياج، وانا وصلتني مهرسه، طلبوا لي تصاوركم اون بروف كوم كوا راهم جاوا مهرسين وداكشي. المهم صيفط لهم الصور وقالوا لي منا 15 جوغ غادي نصيفطوها لك، سكي في ابري 15 جوغ كنتوصل، ماذا بيا كنتوصل بواحد ليشانتيون ديال 15 ام ال اللي نقدر انا ناخذو في اي فارماسي غراتويتمون، ماشي واحد وماشي جوج. ديكو انا ما عجبنيش الحال لانني كندير لهم لا بوب غراتويتمون، خاصكم تعرفوا البنات هاد لي بوكس هادو ماشي دي بارتناريا ديال بيغش بوكس، هادو لي بوكس اللي كناخذوهم عن طريق الباريناج، يعني انا كنكون ابوني وكندخل معايا البنات، وانتوما تقدروا ديروا هاد القضيه هادي سوغ شاك بيرسون كتدخلوها معاكم كتربحوا 10 اورو، ولا بيرسون اللي بارينيتوها حتى هي كتربح 10 اورو معاكم، تقدروا تستعملوها في لي شوب ديالكم تشريو بها اي حاجه، وسي كومولاب يعني قد ما دخلتوا معاكم ديال الناس قد ما كتربحوا 10 اورو وكتربحوا دي بوكس غراتويت. فوالا غير باش نشرح لكم البنات هادو ماشي دي بارتناريا. دوكو صيفط لهم ان ميل قلت لهم انا ما عجبنيش الحال كندير لكم الاشهار غراتويتمون، كيعجبوني كلكو بوكس، لي بوكس شي مرات كيكونوا زوين ملي كيكون فيهم بحال دابا ان روج ا ليفغ ديال ماك اللي استفدوا منه بزاف ديال البنات، كتكون شي هميزه زوينه كيعجبوني. وشي شهر واخا ما كتعجبنيش راني كنقولها لكم، كنقول لكم لي برودوي فريمون كيكونوا صغيورين ولا خايبين ولا ماشي انتريسون ولا ديجا توصلنا بهم. ملي صيفط لهم الميل ما بقاوش كيجاوبوني بحال لي بلوكاو لي ميل ديالي، اشاك فوا افون ملي كنصيفط ان ميل ديجا كيجيني اكوزي دو ريسبسيون، من بعد ما درت داك ستوري في الانستغرام ما بقاوش كيجاوبوني. و صافي بقيت كنتعصب، داكشي كيتجمع كيتجمع، دوكو مولفه كتجيني انا لا بوكس بكري. فالشهر اللي فات ما جاتنيش، صيفط لهم في الفيسبوك كانوا دايرين لايف هضرت معاهم ما كاينش جواب، قالك حقا راه غير كاين اون ايغور وشوفي مع سيرفيس كليون. من بعد صيفط لهم في الانستغرام ديريكتومون وشرحت لهم بانني كنت معصبه ويتو، مي ما عندهمش الحق يحرموني من لي بوكس ديالي اللي غاديين باقي عندي كلكو موا، وكذلك عندي لي بوين ديال الباريناج. تسنيت يعني حتى سالا لو موا ما جاتنيش نهائيا، وكتبت لهم صافي وصلت معاهم الحل توسا باش نقول لكم لقيت معاهم حل. دابا غادي نصيفطوها ليا حتى نكمل لي بوكس ديالي وغنكمل معاهم. المشكل اللي وقع لي صافي با دير كو لا بوكس ما كتعجبنيش، كما قلت لكم كاينين دي موا كيكونوا زويمين ودي موا كيكونوا لا، داكشي علاش غندير لكم فيديو معطله. مي راه اللي باغيين هاد البوكس الجديده البنات يقدروا يستافدوا منها حتى لا فان ديال موا جويي. قبل من هادشي غادي نوريكم هاد لا بلونط هادي، راني كنت بارطاجيتها معكم في واحد لا ستوري، هادي ديال الالوفيرا البنات اللي كنت لقيتها في ليدل دايره ب 2 اورو 19، لقيت عقله. المهم انا كنحاول دابا نعتني بها، الا كتعرفوا الطريقه واش خاصها تسقى بزاف اولا لا خليوها ليا في التعاليق. المهم انا خديتها صغيره كانوا بهذا الحجم هذا، كانت البروميير اشتي دوزيام ا مواتي بري، هادو ما عرفتوش باقي في ليدل البنات، المهم غير بغيت نوريها لكم. دونك بالنسبه للبوكس البنات هاد الشهر هذا ما كانتش اون بوكس يعني علبه، كان جاني تروس تقريبا جا كاع البنات كاملين. فاول برودوي اللي غادي نوريكم البنات دايرين هاد المشيطه هادي هكا خفيفه ظريفه للصيف من عند لا مارك بيغش بوكس،
premier produit. Deuxième produit, البنات, une crème pour le corps, Baïja. غادي نحاول نخلي لكم لي بري. هذا فيه 25 ml والبري ديال لا بوكس كامله البنات يعني ديال 2 mois 27 اورو وكيل. كاينه هاد البوم ليفغ من عند لا مارك هيومن كايند هكا ايشانتيون فيها هاد لو فارا بوبيير من عند وينكي لوكس ماش كيبان لكم فوالا هكا هو كريمي وكذلك كاينه هاد بولار اون جيلي هيدراتانت هادي دائما كيديروا لنا دي برودوي ديال هاد لا مارك كتعجبني كذلك كاينه هاد لو ماسك ديال الشعر من عند كوكو اند ايف اللي فيه 38 ml هكا كاينه ان بشيت سبراي من عند لا مارك ماروكان اويل اللي معروفه بزاف في لي ريسو سوسيو هاد لا مارك هادي كيديروا غير لي برودويات الخاصه بالشعر و ابارامون زوين هكا كت سي بور بروتيجي لي شوفو هذا فيه 20 ml يعني با مال بور تيستي كاينه هاد لي ليم ا اونغل لي ميني ليم ا اونغل من عند لا مارك باشكا اللي تقدروا تلقاوهم في لي شوب ديال بيرش بوكس كيتباعوا هاد البرودوي كاملين عندهم وكذلك كاينه هاد لو روج ا ليفغ اللي هو سي ان بريون ا ليفغ بلوتو من عند لاريتزي انا ديجا عندي العكر ديالهم في الاحمر زوين بزاف وهذا الي ترانسبارون غادي نوريكم كيفاش داير تقدروا تستعملوه بحال هكا بوحديتو اولا ديروا اون باز عاد ديروه داير بحال هكا هكا الصيف كيجي زوين في لي ليفغ و كاينه بيان سور لا تروس اللي كدير 10 اورو في لي شوب كما قلت لكم لا بوكس كامله كدير 27 اورو لا بوكس زوينه الصيف هكا في لو بلو مع عند بيرش بوكس و لو برودوي كود كور اللي عجبني هو هاد ليكرون سولير مع عند لا مارك كلارنس الحمايه ضد الشمس للوجه عجبني بزاف فيه 30% المره الجايه غادي ناخذ 50 حيت جاني مع وجهي راني كنستعملو عليها خرجتو لكم باش نوريكم كيفاش داير لومبالاج من الداخل هذا فيه 30 ml و ما كيجيش معيق في الوجه انا صعيب باش كنلقى شي اكرون سولير اللي يجيني مع وجهي مع لي زامبيرفيكسيون اللي عندي هذا عجبني بزاف الريحه ديالو هي هذيك يعني ما ماشي شي ريحه كضر في الراس اولا ريحه خايبه و كيتبينيترا فاسيلمون دونك هذا من عند كلارنس هذا بوحديتو جو بونس كيدير 30 اورو غادي نشوف ونتاكد من الثمن نحاول نخلي لكم لو بري ديالو في الشاشه هكا سور ليكران ديريكتومون صراحه هذا سي ان فري كود كور عجبني بزاف دونك هاد هاد لا بوكس كامله عجبني فيها هذا الغوج ا ليفغ هاد لو برودوي هذا وهاد الايلايت كل مره ملي كيكون شي جديد عند لا مارك كولوري كنوريه لكم لانهم هاد لا مارك هادي كنتعامل معاهم دائما يعني بارتنريا دائما معاهم عندهم لادريس ديالي فكما كتكون شي حاجه جديده كيصيفطوها ليا بلا ما كيعلموني فهاد لي 3 كولور هادو كولومبيان ديال الصيف دايرينهم دابا اون بروموسيون 9.90 الا بغيتو تاخذوهم البنات غادي نوريهم لكم راه الزرق ديجا تيستيتو باش نشوف واش فريمون يعني كتجي زوينه في الظفار كاين شي نوع ديال الصباير منين كنديروهم بناتي اخ منين كنديروهم كيجيو باهتين اولا خصنا نديرو بزاف ديال لي كوش باش يلاه يبانو دونك هذا هو لولو ديال لي 3 9.90 في هاد الزرق هذا اللي جربتو بحال هكا عجبني بزاف هاد اللون وكاينه هاد الصفيفر هذا هادو الالوان ديال الصيف بطبيعه الحال انا عارفه بزاف البنات ما عندهمش مع بحال هاد الالوان مي انا كيعجبوني هكا في الصيف وكاين هاد اللوين هذا فوالا وريتكم كاع داكشي اللي توصلت به غادي نكمل معكم لا فيديو ان شاء الله وغادي نوريكم بعض المشتريات من الديكور من عند اكسيون بالنسبه للمشتريات ديال اكسيون البنات صراحه ما خديتش بزاف ديال الحويجات حيت كانوا خاصني حاجات اخرين ما لقيتهمش في لا ديكوراسيون مي كوميم راكم عارفين ضروري كتدخلوا الاكسيون كتخرجوا بشي حاجه القليله كتخرجوا ب 10 اورو ما عليناش المهم اول حاجه غادي نوريكم هنايا خديت هاد لي طاس هادو
ترانسبارون، انا كيعجبوني بزاف، كيجيو زوينين في التقديم وكتبان فيهم هكا القهوه ولا الكابوتشينو ولا هذاك كيبان زوين. هذا الستيل ديالو بحال الا مربعين، لحقاش اكسيون عندهم هادو، وعندهم شي جوج ولا ثلاثه ديال الاشكال. هادو دايرين 85 سنتيم، خديت ربعه، دونك هذا الوحيد اللي كنت باقا ما غسلتوش، غادي يبقاو لي جوج باش نكمل سته، خصوصا انني حيدت كاع لي طاس اللي عندي ناقصين ما فيهمش سته. ملي درت لو تري حيدت تقريبا بزاف بزاف ديال لي طاس، وكان خصني باش نغومبلاسي، ف خديت هادو زوينين. وهنا يا البنات كنت غادي ناخذ اون كريم، بغيت ناخذ اون كريم دو دوش. علاش؟ تو سامبلومون حيت كنعكز ندهن لو كور ديالي ابري شاك دوش، ومع هاد الحراره هادي راه ضروري خص تكون ليدغاتاسيون، الكور كيولي المهم كينشف بزاف. قلت غادي ناخذ يا اما دوف ولا نيفيا، وني مشيت لاكسيون لقيت هاد الصغيورين الثمن ديالهم زوين، دايرين ب 1 أورو و79، فخديت جوج. خديت هادي فيهم الريحه فنه، خديت هاد الموديل هذا لي سو فورم دو كريم، يعني ما كتحتاجوش ملي تدوشوا تخرجوا ديروا الكريم، يعني كديروا غير هو كيخلي الداس ديالكم مرطبه. دونك خديت هذا وخديت هذا، واحد ليا واحد كادو البنات، فيهم الريحه زوينه. هادو كيما قلت لكم دايرين 1 أورو و75 ولا 1 أورو و79. اللي خديت هاد الجيل دوش ديال اكس، راه اللي كيستعمل بزاف الماركه ديال اكس، والاثمنه في اكسيون ما غاليينش، هذا فيه 400 ml، هكا توتال ريلاكس الشوكولا، فيه الريحه ديال الشوكولا، الريحه فيه فنه يا البنات. ها لي برودوي ديال هكا الدوش، الحمام، المهم الشامبوان، لابري شامبوان اي تو، الاثمنه جد مناسبه في طنجه، في طنجه في اكسيون كنفكر في طنجه، وقيلا غنمشي لطنجه. الاثمنه جد مناسبه، وعندكم لو لارج شوا، مثلا دوف عندهم دي غام اللي ما كاينينش في لي سوبر مارشي. خديت هاد ليستيرين هذا، عرفتوه البنات، البرودوي ديال البامبوش، حتى هو ما غاليش عندهم ب 1 اورو اي كالك، على 2 اورو. كاينه هاد القرعه هادي وكاينه اللي كبر منها، وكاينه هاد اللون وكاينه الخضر اللي قوي. خديت انا هذا ما بقاش عندي، اللي خديت هاد لو برودوي هذا اللي كنديرو في الحمام اعزكم الله، ايرويك، من بين المعطرات ديال الجو اللي كيعجبوني بزاف، ايرويك وفيبريز. هاد ايرويك، هاد لا غام تروبيكال، اولا تروبيكال، واحد اخر عاوتاني حتى هي ديال اكزوتيك، واعرين هادو البنات ما كنلقاهمش في الغيون، يلاه كنلقى جوج حتى في لي غون سيرفاس ملي كنمشي ما كنلقاهمش قليل. دونك ملي كنلقاه في اكسيون كنهزو، فيه الريحه فنه هاد تروبيكال انفوزيون و اكزوتيك، هادو هما الجوج اللي كيعجبوني بزاف عند ايرويك. البري ديالو كيبقى طالع 3 أورو و كالك، مي بون تقريبا نفس الثمن اللي كاينه في لو غون سيرفاس، مي كيعجبني بزاف لان الناس فاش كيجيو عندنا دائما كيسولوني شمن المعطر كنستعمل. والمره الاخيره كنت خديت واحد ديال ليدل، كتشمو شيميك من بعيد، منين كي داك الديفيوزور كيديفيوزا بوحديتو، كنكون في بيت اخر في هذه كنشم ديك الريحه كضرني في راسي، دوكو هذاك خديتو غير باش نديباني، مي جامي ما نبدل هاد لا مارك هادي ولا فيبريس. توب توب توب، والريحه واعره على حسابي هذا البنات. انا من لي برودوي دو بوتي و برودوي دو لي برودوي ميناجي، لقيت هاد لونسانت هادي، كانوا في لي كولور دايرينهم اون بروموسيون ديال لا سمين، 3 أورو و كالك. هادي خديتها كادو ماشي ليا البنات، كتخدم بالبلوتوث، تقدروا تكونيكتيوها مع التليفون، مع الطابليت، مع التلفازه، مع بزاف ديال الحوايج. المهم مكتوب فيها ميكروفون وفيها حتى الراديو، تكابطيو بها حتى الراديو. الشكل ديالها زوين، وهاد اللوين زوين، وتحطوها غير هكا وتبروند، يعني تكونيكتيوها مع التليفون ديالكم وتسمعوا الموسيقى اللي بغيتو. دوكو هادي فيها لا غارونتي ديال عامين، فوالا 3 أورو و كالك، الا بغيتوهم راه كاينين دابا في اكسيون، كاينين في اللوينات، كاينه في الكحل، كاينه في الابيض، وكاينه في هاد الكري هذا ميتاليزي. بالنسبه للديكور كنت خديت واحد جوج ديال لي زيتاجير، راني وريتهم لكم اللي كنديروا فيهم التصاور، الساعه ما جاونيش في البلاصه اللي بغيت، خديتهم في الغوز جولد ورديتهم للمغازا. دوكو غادي ناخذ يمكن ديال ايكيا، ما عرفتش حتى نفكر. سينو خديت هاد الفوتو فور، كنديروا فيه لي بوجي، ديجا وريتكم الفيرسون الكبيره اللي كنت خديتها لحماتي واحد المره وعجبتني، ودابا لقيتهم جايبينهم صغارين. نوريكم كيفاش داير من الداخل،
كاين هذا الميروار، هي ديال الزاج بحال الاخرى، كديروا الشميعه لداخل وكيبقاو يبانوا لكم بزاف ديال الشميعات حيت كلها دايره بالزاج. صراحه كتجي زوينه في المنظر ديالها، وكديروا فيها غير شميعه واحده الكبيره، كديروا فيها اربعه ديال الشمعات، وهذه كانت دايره 2 اورو وشي حاجه. واللي كيقول اكسيون البنات كيقول دي بلاطو ميروار، اكسيون معروفه بلي بلاطو شي حاجه اللي كتمشى ليهم بزاف، وكل مره كيخرجوا لنا بلاطو جديد من الصغير للكبير. حماق هذا، واخا ما تكونيش محتاجه تشري بلاطو كتشري بعينيك مغمضين. هذا لقيته المره الاولى وما خديتوش، والمره الثانيه وما خديتوش، المره الثالثه صافي، المره الثالثه ثابته. المهم هاد لي بلاطو شحال زوينين البنات، حتى هو كود كور لان فينيسيون ديالو زوينه، دايرينو في الكحل ودايرينو في هاد الدوري، وكيجي زوين الصراحه. تحطوا فيه لي تيليكوموند، تحطوا فيه هكا الكاطو ديال العيد، شي حاجه بحال هكا، كيجي في البريزونطاسيون كلاس البنات، كيجي زوين بزاف، وما بيناش عليه كيدير 3 اورو. شوفوا الشكل ديالو صراحه انا عجبني. ما خديتش الصغير لان الصغير ما شنو غندير فيه، قلت حتى نزيد واحد اخر يمكن بحال هذا. المهم صراحه سي ان فري فري كود كور، انا لقيتهم غير خذوهم البنات، راهم كيجيو زوينين في التقديم. ان شاء الله غنحط لكم التصويرات في الانستغرام هكا الا درت شي بريزونطاسيون لهذا. المهم هادو راهم كاينين صغار من هذا، وهذا هو الكبير ديالو. غادي نحاول نوريكم الشكل ديالو، اخر حاجه اللي خديت في الديكور البنات هو هاد لي بلاطو سيرفيس اولا دي زيتاجير هكا اللي فيهم لي زاردواز. هادو خارجين هادي شحال كيحطوهم وكيعاودو يجيبوهم وكيعاودو يحطوهم وكيعاودو يعيدوهم. المهم ما كنتش باغي ناخذهم في الاول، كنقول ما يعني ما غاديش نحتاجهم، ودابا ملي لقيتهم صافي قلت يلا ناخذهم حتى هما، كيجيو في البريزونطاسيون زوينين. دايرين 4 اورو وكيلك، فيهم هنايا الخشب بغيت، وهنايا فيهم دي زاردواز. نتوما اللي كتمونطيو هاد لي طاجير هادي، انا راه باقا ما فيكسيتهاش، كنت غادي نريب كلشي. تقدروا تبريزونطيو فيها هكا المملحات اولا حليوات اللي عندكم بالضياف، اولا بوغ ان انيفيرسير الا درتو هكا شي بوفي ولا هذا، غادي يجي زوين في البريزونطاسيون. تقدروا تحطوها في الكوزينه، تحطوا فوقها دي بو ديال العطريه، يعني تقدروا ديتورنيوها في اي حاجه، ما تبقاوش مقيدين غير في البريزونطاسيون اللي كتكون هنايا. اللي لاحظتوا انا دائما الحاجه كنقلبها في حاجه اخرى، وكنستعملها في بزاف ديال الحوايج باش كنستافد منها. سكي الكا ان شاء الله هذه غنجربها في الكوزينه، غنشوف كيفاش غادي تجي، وغادي نجربها حتى في لا بريزونطاسيون باش تشوفوا هكا لي فوتو في انستغرام كيفاش كيجيو. فوالا هادو هما المشتريات ديالي ديال النهار ديال اليوم، كنتمنى يعجبوكم. قولي لي واش شريتوا شي حاجه من هذا الشيء خصوصا لي ديكو، و فوالا كنتمنى لا فيديو تعجبكم ودعموني كما العاده، وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله، وبسلام عليكم.